السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة شباب، صارتكم متم الصحة والعافية. واليوم جبت لكم فيديو أفضل الأنميات اللي أنصح فيها للمبتدئين الجزء الثاني. طبعا يا شباب، لما سويت الجزء الأول من هذا الفيديو لاحظت أن أغلبيتهم قالوا يا سفاح ترى ما في أنميات للمبتدئين أو المحترفين أو للخبيرين، وكل اللي قالوا الكلام هذا فهموا كلمة المبتدئين غلط. كان قصدي بكلمة المبتدئين باللي تابعوا أقل من 10 أو 20 أنمي، يعني باللي توهم بادين من مجال الأنمي وما يعرفون أسماء أنميات كثيرة. فمن خلال هذا الفيديو راح تعرف عدة أنميات رهيبة من كل تصنيف، وأضمن لك أنك راح تستمتع وانت قاعد تشوفهم. وطبعا بالفيديو الماضي أنا ذكرت وقلت لكم أنه في البداية لا تتابعون الأنميات المشهورة اللي مثل ناروتو، دراغون بول، بليتش ولا ون بيس، لأنه ممكن تمل وانت قاعد تتابع مئات الحلقات. أوكي، صحيح أن في ناس بدوا وأنا منهم بالأنميات الطويلة، ولكن أعرف كثيرين شافوا كم حلقة من ون بيس ولا ناروتو وبعدين سحبوا على مجال الأنمي. فالأفضل لك أنك تبدأ بالأنميات القصيرة وبعدين تروح للطويلة. وللي ما شاف الجزء الماضي فبتلاقوا رابط الفيديو تحت بالوصف. وعشان ما أطول عليكم أكثر يلا نبدأ بأول تصنيف. طبعا كالعادة رح أبدأ أتكلم عن تصنيف الأكشن أول شيء. وأول أنمي أنصحكم فيه من تصنيف الأكشن هو أنمي فول ميتال ألكيميست براذرهود. طبعا مين منكم ما يعرف هذا الأنمي؟ للي أول مرة سمع فيه فهذا الأنمي طلع المركز الأول بالأنميات من ناحية تقييم الناس له، ويعتبر هذا الأنمي من أحد أفضل الأنميات بالعالم. قصته خرافية وفيه كمية أكشن مو طبيعية، فاللي ما شافه أنصحك أنك ما تفوته، لأنه صدقني راح تندم إذا ما شفته. ثاني أنمي عندنا من تصنيف الأكشن هو أنمي ون بانش مان. ون بانش مان يعتبر من أحد الأنميات اللي نادر ما تشوف مثلها. هو قصة الأنمي عادية، ولكن قتالاته والأكشن والكوميديا اللي فيه ما عليه كلام، وخصوصا الكوميديا، يعني يجيب لك قتالات رهيبة وبنفس الوقت كوميدية، فأنصحك أنك تشوفها لأن الأنمي رهيب. هو أصلا 12 حلقة يعني، فبتقدر تخلصها بيوم واحد. ونروح للتصنيف اللي بعده واللي هو تصنيف الرياضي. وأول أنمي عندنا من تصنيف الرياضة هو أنمي هايكيو. الأنمي يتكلم عن رياضة كرة الطائرة وعن شخصيات هيناتا اللي هو الشخصية الرئيسية بالأنمي. الأنمي فيه كمية حماس مو طبيعية، وأيضا يحتوي على الكوميديا اللي يحبها الكثيرين منكم. الأنمي له 3 أجزاء وكل جزء 25 حلقة، ولكن صدقني ما راح تندم إذا شفته. والأنمي الثاني اللي أنصح فيه وبقوة من هذا التصنيف هو أنمي سلام دانك. أكيد مين منا ما يعرف سلام دانك، الأنمي اللي أغلبيتنا شفناه بسبيستون واللي استمتعنا جدا بمتابعته، ولكن أكيد أغلبيتكم حاليا تركه وسحب عليه ونسى الأحداث، ولكن صدقني ارجع له وشوفه وصدقني راح تندم لأنك تركته. أنمي أقل ما يقال عنه خرافي. هو صحيح أن رسمه يبين عليه قديم شوي، ولكن صدقني شوفه وبتنسى الرسم. ونروح للتصنيف الكوميديا اللي ممكن يخليك تفقع ضحك بشكل مو طبيعي. اول انمي عندنا من هذا التصنيف هو انمي حق ساكاموتو. عدد حلقات الانمي هو 12 حلقة، يعني ايضا تقدر تخلصها بيوم واحد. قصة الانمي يتكلم عن ساكاموتو طالب في السنة الاولى في الثانوية، يتعامل مع الامور بكل هدوء وروقان. مهما كانت الصعوبات والمشاكل اللي بيواجهها فساكاموتو بيحل الموضوع بكل ثقة وفخامة. وثاني انمي عندنا من تصنيف الكوميديا هو انمي نيتشيجو. كلمة نيتشيجو تعني باليابانية كل يوم، وقصة الانمي بسيطة جدا. الانمي عبارة عن يوميات لثلاث بنات بالثانوية. عدد حلقاته 26 حلقة، وحتى الوان الانمي ورسمه شيء بسيط ورهيب. وانصحك انك تتابع هذا الانمي وبقوة، وصدقني راح تفقع ضحك بشكل مو طبيعي وانت تتابع هذا الانمي، وبتستمتع جدا فيه. ونروح للتصنيف اللي بعده اللي هو الذكاء والتحقيق. في هذا التصنيف جبت لكم انميين ممكن هم من احد افضل الانميات اللي من هذا التصنيف. اول انمي بذكره هو انمي كايجي.
لو تريدون صراحة، في البداية ما كنت مقتنع بأنمي كايجي. لما نايف نصحني فيه وقال لي شوفه وصدقني بيعجبك، قلت خلني أعطيه فرصة. والصراحة بعد ما خلصت الأنمي قيمت 10 من 10 على طول بدون أي تردد. فكرة الأنمي يتكلم عن القمار وكيف كايجي بيتعامل مع العقبات اللي بتواجهه. هذا الأنمي هو أكثر أنمي أنصح فيه في هذا الفيديو، لأنه لو ما شفته راح تفوتك متعة كبيرة. والأنمي اللي بعده واللي أظن أنه أغلبكم شافه وأعجبه اللي هو كود جياس. الأنمي هذا يعتبر من أحد الأساطير بتاريخ الأنميات بالنسبة لكثير من المتابعين الأنمي. عن نفسي شفت كم من حلقة منه وما كملتها لأنه في عدة أشياء ما عجبتني فيه، ولكن الشيء هذا يعتبر حالة خاصة فيني. أنا متأكد بنسبة كبيرة أن الأنمي راح يعجبك. الأنمي هو خليط من الذكاء والأكشن والميكا، فأهم شيء لا تفوت هذا الأنمي. وبالتصنيف الرعب عندنا من أحد أفضل الأنميات الرعب واللي كثيرين منكم من متابعين الأنمي ينصحون فيه اللي هو أنمي هيلسينج. عدد حلقات الأنمي هذا هو 10 حلقات. غريب صح؟ 10 حلقات. المهم، قصة الأنمي عبارة عن منظمة اسمها هيلسينج موجودة في عالم مسوده الرعب، وهدف هذه المنظمة هي أن تقضي على مصاصيل دماء. الأنمي فيه أحداث كثيرة رهيبة وممتع بنفس الوقت، وإذا أنت كنت من عشاق الرعب فلا تفوت هذا الأنمي. والأنمي الثاني اللي عندنا من هذا التصنيف هو ديد مان ويندرلاند. قصة الأنمي هي عن ولد اسمه جانتا. ظلموه واتهموه زورا أنه هو اللي قتل أصدقائه، وحكموا عليه بالسجن والإعدام في أرض عجائب الموتى. وتبدأ القصة من هنا. عدد حلقات الأنمي هو 12 حلقة. أنمي جميل ولازم يكون عندك بقائمة الأنميات اللي بتشوفها. ونروح للتصنيف الأخير واللي هو التصنيف الرومانسية. أول أنمي بنتكلم عنه هو أنمي بلاستيك ميموريز. عدد حلقات الأنمي هذا هو 13 حلقة، وقصته تتكلم عن مستقبل البشر، يعني بيكونون في زمن يكون فيه الآليين يشبهون البشر بشكل كبير ومنتشرين في جميع أنحاء العالم، ولهم مدة زمنية لخدمتهم، لأنه لو تجاوزت هذه المدة فراح تصير مشاكل كثيرة. الأنمي عجب البعض والبعض لا، ولكن بالغالب راح يعجبك. والأنمي اللي بعده والأخير في الفيديو هذا واللي أنصحكم فيه هو أنمي تورادورا. طبعا اغلب متابعين الانمي يعرفون هذا الانمي، لان الانمي هذا يعتبر من احد اشهر الانميات الرومانسية الموجودة بساحة الانمي. عدد حلقاته هي 25 حلقة. انمي جميل جدا ورهيب ويستحق كل دقيقة تقضيه بمتابعته. والحين وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون فيديو عجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بقناة الثانية، واذكروا ارائكم واقتراحاتكم للفيديوهات القادمة تحت بالتعليقات. والسلام عليكم.